السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. جماعة أحبابنا، الناس اللي تتبعنا في الريزو سوسيو، الناس اللي تدير فينا الثقة، احنا ربي سبحانه أعطانا هذا الابتلاء. من أعطانا هذا الابتلاء اللي نولوا ربي سبحانه، لا يرفع بلاء إلا بتوبة، لا يرفع بلاء إلا بتوبة، لا يرفع بلاء إلا بتوبة. جماعة إلا نتوبوا ربي وإلا نسيو نديروا الخير في رواحنا، أن نصلوا نسقموا رواحنا، وفي لونتوراج تاعنا كاين محتاجين، كاين ناس فقراء، كاين ناس مساكين، نسيو نضامنوا. بالك ربي سبحانه بهذه الصوالح يرفع لنا البلاء، بالك هذا البلاء يكون اختبار لنا بان نسقموا رواحنا وبان نسقموا لونتوراج تاعنا وبان نعرفوا قوتنا وبان نعرفوا القليل. كاين ناس مسكين عامل يومي هذا على بالك، كاين ناس اللي ماش داير حسابه للمستقبل، اللي يخدمها ياكلها، اللي يجيبها ياكلها. هذا من جا هذا الابتلاء ما لقى كي يدير، صافي اللي حنا نردوه، اللي حنا اللي نكوتيزو، حنا اللي نضامنو، حنا اللي نحطو. كاين اللي عنده طاقة يعيش زوج عائلات يجي مرحبا به. حنا الأولى مع الشيخ أمين إمام المسجد الرضوان درنا مبادرة، حنا كان الهدف تاعنا أن نلحقو 300 عائلة هنا في وهران والمحيط تاع وهران. وربي سبحانه شوف ربي كي خير وفيه الخير، على بالك حتى تكون ناوينية ربي يعينك. ربي شوف ناس دعات لنا، ناس عاونتنا، ناس رانا فتنا 500 عائلة، والهدف دروك طموح كبر والهدف كبر دروك، إن شاء الله بربي غادي نزيدوا ل 1000 عائلة. و1000 عائلة حنا كاينين لا جوناس، والله العظيم رانا نديروا دي لايف في الفيسبوك حتى يقاروا الواطا، يحطوا قدامنا، يحطوا مصروف، واحد يجيب قد 10 عائلات، واحد يشري قد 30 عائلة. كاين ناس اللي يعاونوا شغل مصروف خيالي ما تقدش تقول. شوف الناس فيها الخير، والله لا فيها الخير، هذا الخير اللي غادي نديروه ان شاء الله باذن الله به هو غادي ربي يرفع لنا البلاء. والله العظيم يا الناس العائلات اللي رحنا لهم، على بالك ناس عيطونا في التليفون مام با ما نعرفوهمش، ناس توصل به راجل يبكي، الجبل يبكي، راجل الا ولو كان الضر هذاك وصل له للعظم. جماعه احنا رانا باغيين هنا في الجزائر، في الجزائر هذه بلادنا، هذه شوف ما كانش كاع اللي عايب لنا في بلادنا ولا يقول لنا بلادنا ماشي مليحه ولا، والله الا بلادنا خير. هي كاين واحدين هكا بصح هذوك ما غادي يديروا لنا والو، لاخاطش حنا الاغلبيه فيهم الخير. الناس اللي راهي تقول لك راهي يدير الخير ويتصور معاه، حنا معليش يا خويا دير الخير وتصور معاه، هذا خير. وعلى بالك الخير غادي يجيب الخير. كاين شي ناس ما يعرفش وين يحط دراهمه، بصح كي يشوف الناس اللي فري فيها الثقه والناس تقسم تجي قاري يمد دراهم ولا يمد. حنا ما نتعاملوش بالدراهم اونتوليك، حنا ماذا بيكم تشيروا لنا مصروف، تشيروا لنا صوالح باه نعاونوا خوتنا. كاين شي ناس قاروا وحطوا لنا كراطين تاع ليكوش، على بالك هذيك الابتسامه اللي تحطها على الفقير حتى وانت تكون عيان، حتى تكون ربي يعطيك واحد الطمأنينه، مين ترقد ودير راسك هكا تحس بواحد الراحه انك شاي قدي تتعاون عائله بمصروف تاع شهر. هذاك العامل اليومي، هذاك السيرفور تاع القهوه، ولا تخيل كاين شي ناس على بالك دي فوا قال لك همي يبكي وهمي يضحك. كاين شي ناس والله العظيم نحطوا لهم في الاخر من كثره الهضره، ولا يا هو هم وتشوفه منا يا تصيبه هو ومام طو يبكي يا يضحك، شغل يتخلط الفرحه مع البكاء. فايده الناس المحسنين والناس اللي عاونتنا، الناس اللي دارت فينا الثقه. يا خويا ربي يحفظكم، الله يجعلها في ميزان حسناتكم، ان شاء الله ربي يتقبل منكم هذه الصدقه. والناس اللي تبغي تطيح المورال لتقل خيرا او لتصمت، هذا حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم. يا خويا الا قد تعاوننا عاوننا غير بسكات، عاوننا غير بسكات، ما تيسيوش طيحوا لنا المورال، ما تيسيوش كاين الناس اللي تبغي تحفر لنا ولا تتبعنا. يا خويا الله يهديكم، هذه اللي نقولها، قال لك ما تصح غير الصحيحه وما تدوم غير المليحه. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد، قامت مجموعه من المحسنين بمدينه وهران بتطوعات، هذه التطوعات تشمل مواد غذائيه. ربي راهم هنايا راهم مسخر اناس، هاد الاناس هادو راهم بكل الجهود تاعهم وبكل ما عطاهم ربي من القوى وراهم معاونينا هنايا، ورانا واقفين كاع، رانا واقفين هنا. الله يبارك الشباب بمدينه وهران، رانا نقسموا على الناس المحتاجين اللي راه خاصهم مواد الغذائيه. مع الوباء اللي جانا هنا، الله يبعد علينا ويبعد علينا هذا الوباء ان شاء الله باذن الله، ويرفع علينا هذا الوباء. رانا نقسموا هذه المواد، نعطوهم الغاشي اللي راهم محتاجين بالبزاف، نعاونوهم بالشيء اللي قدينا. والناس نوجه نداء للشعب الجزائري اللي راه موجود هنا بمدينه وهران ومازال فيها كاين الخير هذه المدينه، وفيها الناس ها وغاشيها اللي راهم واقفين يعاونونا بالشيء اللي راهم نجمين به،
بقاش كاين الناس اللي راهي مغبنه، كاين اللي ما راهش ياكل، كاين اللي راه حابس، كاين اللي راه عاطل عن الخدمه، كاين اللي راه مريض، كاين كل واحد وكاين اللي راه داير. والحاجه اللي نقولها لكم نديروا اليد في اليد وربي يعطينا مرانا ما 80 في هذا الازمه اللي راهي صاريه هنايا، ويبعد علينا هذا المرض ان شاء الله باذن الله. والحقيقه اللي نقولها لكم من احيا نفسا كانما احيا الناس جميعا.